مرحبا شباب، اليوم راح نتكلم عن الطحالب الخضراء الخيطية، وراح نتكلم أيضا ما هي فوائدها وما هو دورها في حوض الأسماك وما هو دورها على النظام البيئي للمياه. تنشأ الطحالب بصورة طبيعية في الأنهار والمياه العذبة. تنمو الطحالب الخضراء بسبب قيام الأسماك بطرح غاز ثاني لأكسيد الكربون عند تنفسها، وتنتج الأسماك الأمونيا عند قيامها بطرح فضلاتها. مع توفر هذه العناصر سوف تقوم الطحالب بسحب غاز ثاني أكسيد الكربون والأمونيا من الماء وتمزجه مع الضوء بعملية تسمى عملية التفكير الضوئي، لكي تقوم بصنع غذائها ويشجعها الضوء على التكاثر، أي بمعنى تكاثر الطحالب، وهي تتكاثر عن طريق الانشطار الخيطي وكما تلاحظونها بهذا المقطع الفيديو. بالحقيقة هنالك دراسة عراقية خلاصتها فاعلية الطحالب الخضراء على إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي. تصوروا أكو دراسة عن دور قدرة الطحالب على إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي الثقيلة، فلاحظوا كم هي قوية، وراح أحط لكم الرابط مع دراسة تأكدوا من الكلام. وأثبتت فاعلية هذه الطحالب في فلترة هذه المياه، طبعا بنسبة معينة، أي أنها لم تستطيع من فلترة مياه صرف الصحي بنسبة تامة 100%، وإنما بنسبة تقريبا 30%. بالإضافة إلى ذلك هناك دراسة أخرى صادرة عن دار النشر الزراعي الغذائي للشرق الأوسط، تتلخص هذه الدراسة: إذا كان الماء لونه أخضر هذا يعني أن الماء يحتوي على طحالب، ونتيجة لقيام الأسماك بطرح الأمونيا والنترات فسوف تقوم الطحالب بسحب هذه النترات والأمونيا وتحويلها إلى هيدروجين. فضلا عن ذلك تعتبر الطحالب الخضراء الخيطية غذاء طبيعي غني بالمواد والعناصر الطبيعية المفيدة للأسماك، والتي تزيد من خصوبة الأسماك خصوصا في موسم التكاثر. وهناك دراسة صادرة عن علوم البيئة وبحوث التلوث تتكلم عن دور الاستزراع المائي المعاد ودور الطحالب في سحب الأمونيا والنترات. وبهذا تعرفنا على دور الطحالب في تحسين جودة المياه وقدرتها على زيادة خصوبة الأسماك وخاصة في موسم التكاثر، بالإضافة إلى اعتبار الطحالب مصدر غذائي طبيعي للأسماك مفيد ويدعم صحة السمك. إن شاء الله هذا الفيديو القصير أعجبكم وإن شاء الله تستفادون منه. تحياتي لكم.